حنو البنات دايرين بخير، حنا طالعين في المترو بغينا نمشيو ان شاء الله عثمان بيك، غتشوفوا واحد البلاصه جديده ديال الجمله، شي حاجه كلاس وزوينه ان شاء الله. يلا وبعد فين حنا كنا نركبوا من بين جزيره اسطنبول وغادي ننزلوا عثمان بيك. المهم انتم باينه لكم صافي عقلوا على ديك عثمان. البنات حنا وصلنا دابا، شوفوا لي هاد البلاصه، هادي هي اللي قلت لكم عليها، جينا لها عثمان بيك. وهانتوما شوفوا ما شاء الله زويونين، هيا جاي خلينا لوبنا داخله لواحد المكازا بغات منها عبايات، حنا ندخلوا نصور لكم. ولكن شوفوا شوفوا الله يسهل على كل وحده يا رب العالمين، يا رب يسهل على البنات كاملين. هانتوما شوفوا شوفوا ويلي داك الشيء ديال العرايسات رائع بمعنى الكلمه. هذا البلاصه كلاس تبارك الله بزاف غزاله، البلاصه زوينه، هذا اللي فيها هاد الحويجات ما شاء الله زويونه. شوفوا شوفوا هنايا، هنايا غير لي شيميز، هنايا حوايج ديال الرجال بحال هكذا. انا نوريكم كاين هنا العبايات، هنا فين تيتباعوا العبايات بالجمله. المهم تبعوا معايا وغادي تشوفوا لبنى، تشوفوا عيشه، تشوفوا ملكه ناعمه، كلهم شنو خداو ان شاء الله والله يسخر لكم. اللي بغات تقيد في المعرض اللي غادي نعرضوا فيه حويجاتنا اللي كاين في بن عمر، قيصريه بن عمر، راه تدخل على صندوق الوصف كليكي على العنوان، غتخرج لك نوامر البنات كاملين اللي معايا، وتخرج لك النمره ديال وفاء المسؤوله ديال معرض بن عمر. راه باقيين بلايص البنات، راه باقيين البلايص. تشاركي انت وشي بنت، نتوما وجوج بنات، وقسموها بيناتكم 9 ايام ب 3500، 9 ايام كريو نتوما وشي جوج بنات ودخلوا معنا. المهم يلا ودابا نشوفوا لبنى شنو اختارت، شي حاجه فنه. وما شاء الله ما شاء الله هذا الشيء غزال هنايا، هادو فنين. وانتوما هايا كلهم محلات ديال الحوايج، كلهم محلات الحوايج والبيع بالجمله بالجمله هادو. ويلا ندخلوا نشوفوا المكازا اللي دخلت ليها لبنى وشوفوا معنا. هذا هو عثمان بيك، شوفوا ما شاء الله ما شاء الله فني. انتم كلهم تبيعون يا العبايات وداك الشيء غزال. عثمان بيك هاد الزنقه هادي تتسمى عثمان بيك، وكيف ما وريتكم في المترو واخا راه انتغدي انني نهضر تما وداكشي راكم عرفتوا الاتراك كيف عاملين. المهم هبطوا في عثمان بيك، عثمان بيك هبطنا. المهم اول واحد غنبداو به هو هاد المكازا هادي، انا غادي نوريها لكم. المهم هانتوما هاد المكازا هادي غتعجبكم، فيها هادو راه عند لبنى ياك، راه تقدات دابا منهم. ولكن شوفوا لي العبايات، العبايات اللي زوينين ماشي هادوك، تقريبا خدات العبايات فنين. انا قلت نشارك معكم هاد المكازا وتشوفوها تبارك الله، ها هي رائعه بسم الله. هانتوما البنات شوفوا معايا، عندهم عبايات بزاف زوينين. لبنى صباح الورد، صباح النور عليكم، يوميه لبنى شوف دخلوا عندها وعيشه، عالم عيشو، عالم عيشو تبارك الله عليك. ودعيو معاها، عندها بنيتها عندها 3 شهور يلا وخلاتها وجات ترزق الله، الله يحفظك يا ربي. تنخلي لكم النمره ديالي انا نكتب لهم في الوصف في صندوق الوصف كل شيء عليك. 06 شحال؟ 06 49 03 103 26. بغا شي حاجه مرحبا. المهم راني نصور لكم، الله يسهل. لالا ملكه نعيمه قنيطره خويا السلام عليكم، اسمح لينا الله يعطيك الخير، هذا احسن واحد يبيع تبارك الله عبايات فنين. هيا لبنى اول وحده تقدات خدات هادو عبايات رائعين، وهي شي حاجه ان شاء الله تنوجدوها لكم لرمضان ان شاء الله. هيا عبايات رمضان فنين، ولكن كنت تشوفوهم ملبوسين كيف تيجيو في التصاور في اللبسه فنين بزاف. شوف ستيل زوين، هادو شي شويه هاد المكازا دايرين ثمن، ولكن عثمان بيك راه معروف شي شويه بثمن، ولكن عندهم عندهم لاكاليتي وما شاء الله وبصحتك الله يدخلهم بصحه وسلامه. الكليان اللي بغاهم دياولي ها هو يتصل بلبنى. خداتهم عيشه خديتي شويه؟ مازال يلا بدا يعيش خدي ان شاء الله. المهم هذا الموديل خداتو لبنى، قلنا كل وحده فينا عدير موديل باش نشكلو.
ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. باش كل وحده تكون عندها موديل هكا مختلف بصح باش ديك الساعه نوعوا بعضياتنا وكلياتنا كلياتنا ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. سحب قنيطره الى ان شاء الله تقدت الوقت ولوبنا صيفطوا ليها في الشحن دغيا راه غادي تحط معنا في قنيطره ان شاء الله. المعرض ديال قنيطره المعرض ديال كازا محالش لان الشحن مهم على حساب الى وصلني الشحن غادي نحط. معرض بن عمر في كازا انا نخلي لكم حتى النمره ديال السيده راه باقي فيه بليصات خاويين اللي بغات تعرض المنتوجات ديالها وتحط معنا غنكونوا من 22 حتى نهار 3 في الشهر. يا الله البنات تبعوا معنا اليوم خاص بالعبايات والشيلة ان شاء الله. الله يسخر بصحتك قلوبنا الله يدخلوا بصحه وسلامه. خديتي فني فيهم الالوان وخديت هاد البلومارين اييه البلومارين خطير ما شاء الله زوين. اي والله يسخر فيهم الله يسخر لك عيشه وتا داك لوباج غزال تا هاد لوباج زوين. هادو خداتهم عيشه تبارك الله فنين بزاف الله يسخر لك الله يسخر لك. البنات بالنسبه لهذوك العبايات راه كاين عبايات كلاس بزاف اللي وريتكم خدات عيشه وهادو راه تاخذهم لوبنا طلبوهم ليك ديتهم ديك المره عاودوا طلبوهم هكذا هذه كاين هكذا مهم موديل موديل عبايه لبسه هذا ماشي هذه. ها نتوما البنات هي خدات هذيك الزرقاء ياك جوج القطع وخدات هذه ها هي ياك مازال موديلات اخرين موديلات اخرين وخدات بحال هذا الموديل هذا ها هو بحال هكذا دو جوج القطع ولكن العبايات اللي خداو دابا راه الفن تبارك الله الكاليتي زوينه هادو زويونين ها انتما شوفوا العبايات العبايات ها هما تبارك الله راه الفن ما شاء الله. ها انتما هاد الموديلات هادو فنين عيشة هادو خديتي انتي تبارك الله عليك الله يسهل عليك علم عيشوش علم عيشو عيشو خديتي تا هادو فوالا عاود طلبوهم ليا البنات لانهم تمشاو بزاف وعاود دابا لقيت هاد الالوان فيهم لي طاي الكبار فيهم لي طاي كبار هادو كيلبسو لي طاي كبار هكداك جوج كياسات هادو بحال الكسيوة والفيست ديالها طوالين ومحترمين ولا ماتيغ لا ماتيغ فنة ولكن ما شاء الله على العبايات اللي خدات عيشة فنين فنين زوينين الله يسخر يا رب ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا الله يجيب لكم التيسير شاركوا معنا في المعرض ان شاء الله بن عمر ان شاء الله ان شاء الله يا رب. المهم البنات حنا خرجنا من المكازا اللي تقدات منها لبنى وغاديين دابا المكازا اخرى تشوفوها ها انتم ما شاء الله لي مكازا ديالهم كلاس انتم البنات شوفوا تبارك الله دي مكازا اللي غزالين حتى الضوخ هنايا ها تبارك الله زويوني المهم حنايا غاديين تنقلبوا الا بانت لينا شي حاجه حنا معاكم. شوفوا شوفوا الديزاين ديال هذا الغوز مع النواق ما شاء الله عيلي فيترين تيبينوا داكشي غزال ها هو المحل هذا هانتوما عاد دخلوا ليه تتلقاو عبايات لبيسات بحال هكذا زويونين حنايا نوريوكم ان شاء الله كلشي. هنايا لي شيميز هادو دي شيميز فنين هادو دي شيميز غزالين مليكه دخلي توكلي على الله فهذا زوين هذا كانت قدام من عندو لي شيميز فين هو هذاك هذاك اللي لهنا ندخل مليكه لعند هاد لي شيميز هادو فنين ونمشيو عند هذاك حتى هاد لي شيميز رائع هانتوما فنين عقلوا ايه على الاسماء دخلوا اليوم راه تلقاوهم فين كاينين واجيو تقداو الله يسخر لكم الله يعطينا على قد نيتنا. حنايا بدينا دابا في المحلات ديال العبايات مهم لي شيميز خدات مالكه شويه منهم وهنايا العبايات ها هما احنا ندخلوا دابا وتشوفوا معانا شوفوا معايا شوفوا هاد البلاصه هذه كلها اللي بينا لكم دابا ديال العبايات عثمان بك ديال العبايات ولكن شوفوا لي انا هادو حمقوني بزاف شوفوا على عبايات شحال فنين انا حمقوني هادو الساعات بالنسبه للبنات اللي ما كيبغيوش العقيق ولا كيبغيو عندنا اشكاليه في الناس اللي فني فني وجاو شويه ونشكيلاتهم فني بحال هكا شوفوا الالوان ديالهم عرفتي هادو
الالوان بزاف فيهم تلوينه كبيره اي ما شاء الله كلهم دي ستيل مودرن البنات فوالا دابا البنات هكا لي جون فحالك داكشي كيبغي راه مازال ما دايره لا ماكياج ما قايدينش والو صفرين بزاف ولكن هانتوما شوفوا الموديل هاي تبارك الله هبطينين هكذا هاي شوفوا شحال زوين بزاف وفي هذوك الجويبات بحال هكذا مهم شكيلها غزال باقي غادي نقادها لكم انا جبت عي معايا داك الشيلان ديالي ديال 60 درهم شي شيلات 60 درهم شحال زوين انا حمقوا لي شي هذوك شحال حمقوا عليهم البارح تبعوني واحد البنات البنات اللي تتقداو من تونس وقلت يسولوني عافاك منين الشيلان بغيناهم جمله بغينا هذه كم حرض علينا حنا في الله الا كنا صحابكم بعتوهم هنايا والله الا نجيو عامرين والله شفتوا الشيلان ها هما 60 درهم فنيين وعرفتي ليك خديينهم طويله والبنات من داك لو ستيل اللي ماشي كتبقى يتزبق ويبقى لا لا لصقه وحده تبط من داك انا حنت عندي مشكله مع الفولارات يبقوا يتزبق هادو هادو راه تيلصقوني شاف وزوين والله الا تبعونا هادوك المساكين انا شفتهم وانا كيقول لك بغينا منهم عافاك ومونا مسكينه قالت لي والله كون كان عندي منهم شي هذا كون عطيته قالت لي كون عندي باش نغطي راسي كون عطيته لك كون لقيت قلت لهم باش نغطي شعري والله حتى نعطي لكم ولكن حشمت نخلي شعري شحال ندير اي والله يسترها معنا والله يفرحكم امين امين يا رب العالمين وريهم هاد لي موديل هادو اللي خدينا ما شاء الله هانتوما شوفوا شوفوا موديلات فنانين واعرين انا وناعمه كل ما خدينا من هاد الموديل واعر شوفوا البنات هانتوما بالتطريز انا غنحاول نوريكم هنا هادو شويه زايدين لان الثوب محتاج حرير المدينه هذا سميتو حرير المدينه هذا واعر واعر شوفوا انا خديت هادو لصحاب العمره ترجع من العمره ولا تكون غاديه شي حاجه زوينه شي حاجه زوينه خدينا هادو الطيات الكبار بيك سايز هادو بيك سايز فيهم 56 هذا 56 هذا هادو فيهم 56 شوف وهانتوما وشوفوا لي واحد اللون حمق اللي خداته من بنا واو المهم حاولنا نبدلوا في الالوان في الالوان وكاينين شي حاجه اللي خدينا بعمو كل واحد ولكن حاولنا اللون اللي تاخذ هذه ما تاخذش هذه زعما لبنى تاخذ لون عيشه تاخذ لون حنايا باش نديروا ليهم كوكتيل ديال الالوان كل وحده من تحط الفيديو ديالها كلها شنو تبان والحمد لله الحمد لله اللهم امين شوفوا فنين وريهم وريهم هذيك المانكا كيفاش باينه بالليل انا غادي نوريهم هما لي مانكا طوال سيبان فيهم ان شاء الله وريهم وريهم ولكن ما لقيناش كيفاش باش نقلبوا الكاميرا شوفوا ما حتي راه لا شكيلات الفن انا غندخل لكم في لا فيترين اهم شوفوا شكيلات كيف دايرين هادو شو دايرين اليوم شوفوا شوفوا هادو راه كاع ما شفناهم شوفوا في الكمام كيف دايرين فنين فنين بزاف وانتم ها هي مكازا تبارك الله كبيره زويونه ملكه تتحسبي الفلوس اختي مقفضه اي والله يسر حتى هادو لبنى اللي خدينا زوينين هادو لا لا فنين هادو فنين هادو زوينين زوينين ان شاء الله هتشوفوهم معنا خديت خدينا زوينين هادو صراحه خديت انا الموديل الاخر حتى الموديل اللي خديت انا واعر الموديل اللي خدات عيشه زوين هذا خديتي حتى هو خديت هادو واعرين هادو واعرين المهم موديلات خلطنا ان شاء الله وما يكون على الخير الله يفرحكم الله يسخر لكم يا ربي يا ربي الله يوقف معك لبنى الله يسلم يوميات لبنى شوف هاد السيده هادي راه معقوله وزوينه وظريفه والله يسهل على كل واحد كاينه عيشه عيشه اش جايه تجري انا مزوقه هادي غزاله وسمحوا لينا شتي الا ضحكنا راه تنضحكوا على حداهم راه كلهم حتى هما تيضحكوا وحق الله راه همنا عربي اللي عالم بها كيشوفوا بنادم كضحكي كيزحف ويا تيسحبوا راه ربي اللي عالم بينا راه ما عرفتي غير داك الطريقه باش تنجيو لهنايا وجايين وباغي نتقداو هادي راه ماشي وقيت لي الفلوس البارح راه خليت البنات حناش باغي نقولوا البنات كلهم بكاو شوفوا كيف مسرحنا منفوخين دابا نعاودوا لكم المهم على القضيه ديال الفلوس اللي طرات لينا في سميتو في لوطيل والله الله يخلفها عليك اللهم اجرني في مصاباتي واخلف لي خيرا منها راه ربي اللي علم بينا راه معتي انا راه بعدا مريضه ومحطمه لانني تشفرنا في لوطيل ولكن دابا نعاودوا لكم المهم خليوها دابا نتقداو نبقاو شي شويه بنفسيتنا هذيك الضحكه اللي ضحكنا راه ربي اللي علم بقلوبنا راه حنايا مع الناس اللي ماتوا الله يرحمهم الله يغفر لهم هما الناس راه خدامين هما لي بوتيك راه كلهم خدامين هما الناس دايزين راه الموسيقى مطلوقه راه الحياه عاديه هنايا راه الهيه الجنوب اللي مساكن مضرورين والله يدير لنا اللي فيه الخير راه جينا تضطرينا راه ما عنديش ما نبيع
وجيت باش نبيع، لان البوديات سالاو ليا جيت ناخذهم، الشيلان سالاو ليا جيت ناخذهم، جيت ناخذ عبايات. راه ربي اللي علم بينا، راه حتى حنايا ما عندنا لا كتف لا والو. والله الا اي البارح من تهزوا لينا الفلوس راه مرضنا، نفسيتنا مرضات وبكينا وندبنا، ولكن ربي اللي عالم، الله يدير لنا اللي فيه الخير. ودابا انتم نكملوا المساريات الغدا ان شاء الله، ونعاود لكم تنرتاح شويه لان قلبنا دارنا. شنو هي نعيمه؟ اللي يجي يجمع الفلوس ديالو ويخا ما يتيقش. لي زوطيل واخا تكون حاط في خزنه، واخا تكون حاط في اللي حطيتي ما تيقوش. المهم دابا نعاودوا لكم باش نتوما تاخذوا الحذر، والله الله يجرها في مصيبتها يا ربي، والله يخلف لينا خيرا منها. ما عرفتي راه حنا ضرينا بزاف هاد المره. شوفوا معايا، ما عرفتي هاد التشكيلات هادو اللي خدينا دابا فنين بزاف، شي حاجه غزاله. انتوما وريهم التطريزه اللي بنا اختي هبطي. ها انتوما شوفوا تبارك الله، شوفوا داك التطريز كيف داير فيهم. اللي ما بغاش يدير الحزام راه ما كاينلاش، راه فيهم لي طاي غزالين وفني فني. شوفي والثوب هذا حرير المدينه، حرير المدينه راه ما عرفتيش شكيلاتهم غزالين. داك الكريس ديال حرير المدينه هذا. شوفوا ليا في النمر كيف دايره فنه. ورينا حافك ان شاء الله يا ربي وصلوا بسلام. ها هما شوفوا ليا شوفوا شحال البلوجين البلوجين اللوينات ان شاء الله رائعين. الله يسخر فيهم البنات كل امين امين الله يبارك. بغيتوها بالحزام بغيتوها بلا حزام، شي حاجه غزاله. والثوب رائع، معتي اول خطره تدخل ملكه وتقول لي ثوب خذي. ملكه تبارك الله كتفهم الثوب. والله يسخر لنا كاملين، الله يفرحكم يا ربي. ودخلوا كملوا لي فيديو عند البنات، عند يوميات لبنى وعند عالم ايش. عالم ايش نخلي لكم النمره، تعاونوا تعاونوا كاملين، الله يفتح علينا كاملين. واستفدوا انتم باش انا جيتوا ان شاء الله من تقد الاوضاع دابا راه الغلا واحد داكشي اللي طرا لينا لا اله الا الله. المهم حتى تجيو في شي وقيته امنه ان شاء الله، مورا رمضان ننظم شي تسافير ان شاء الله من تقد الاوضاع. اكيد اكيد نجيو مجموعين باذن الله ان شاء الله يا ربي. ضروري من الاول وضروري وعيشه، الله يفرحكم. وانتم السيده ديال قنيطره ناعمه بنت قنيطره راه تحط معايا ان شاء الله في اسواق السلام. اسواق السلام اسواق السلام قنيطره دير في واحد البونط بريفي معانا، راه غنهجموا عليها في قنيطره. ضروري وبناو كل شيء، راه غادي ان شاء الله الا تقدت الوضعيه اليوم راه غادي يحطوا. الله يعاونكم، يلا نمشيو عند مول الشيلان وتبعوا معنا الخطوات. كملوا عند البنات المكازات الاخرين ولا واحد تيصور مكازا. البنات شوفوا معايا معاتي، هذا مول العبايات دخلنا عنده دابا ما شاء الله غزال. ما تنصورش لداخل حيت قال لي راه كاينين نساء عنده وما بغيناش يبانوا، ولكن ما شاء الله راه شوفوا 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 على التطريز وعلى هذاك الشيء راه غزال بزاف. انتم عنده داك الشيء شكيلات فنين. البنات تتخرجوا من هنا تتلقاو المحلات كلها عبايات، كل واحد خذوا من عنده شويه، ما طيحوش غير على واحد بوحدو. هاي كلشي المحل عبايات. مره لقاو دابا شي حاجه، يلا ندخلوا نشوفوا معاهم. والله يسخر يا ربي. المهم تبعوا لي فيديو عند البنات، راه كلشي العبايات. انتم شوفوا ما شاء الله، شوفوا كلشي البنات، شوفوا ما شاء الله الوينات فنين، شي حاجه تغزالين. غندخلوا هنايا لا كاليتي شويه الثمن ولكن راه فنين. انتم هذا الموديل هذا غزال بزاف، يعجبكم ان شاء الله. بنات شوفوا معايا هاد لي بيل فيست وهاد الشيء راه خدات منهم دابا لبنى، راه شكاين لهم غزال. تا خرج شويه تقول لي عافاك وري. انتم شوف كاين ها هي زعما عثمان بك كيما قلت لك عندهم داكشي عندهم لا كاليتي، راه عندها حتى هاد الشيء اللي طوال راه خدات منهم شي حاجات فنين بزاف، وعندهم تبارك الله لا كاليتي شي حاجه غزاله. بنات ما شاء الله هاد الشيء غزال زوين، معتي انا عجبتني هذه ها محترمه وندير مع دريرتي. ودعوا معايا ودعوا معايا كاملين. الله يفرحكم يا عروس ونفرحوا يا ربي امين يا ربي امين. هاد الشيء غزال نعيمه وملكة يحماقوا على لي شميس تما واعرين واعرين بزاف. شتي هادو هانتوما فنين، لي شميس فنين. البلاصه راه واعره بزاف، فيها فساتين فيها العبايات فيها كلشي الرومي كلشي الثمن زيد ولكن الكاليتي. عافاك هذاك سميتو الثوب اللي شرينا دابا هذاك كريب حرير المدينه هو اللي شرينا ديال العبايات كريب حرير المدينه. وهانتوما بلاصه غزاله، اجيو معنا ان شاء الله في سميتو الوقيته ديال مورا رمضان تقاد الاوضاع ان شاء الله يا ربي، ونوريكم كاع هادشي غزال ان شاء الله يا ربي. الله يسهل الامور، هادشي فن
ما شاء الله صحني مشينا لجهه الشيلان معتي بلاصه زوينه نتوما ديما راني تندير لكم السميات وشوفوا المهم شكيلات زويونين بزاف هادو راه فني فني كاينه الموسيقى داكشي علاش حيدت الصوت ودابا عاد تنترجم بغيتي نوريوهم هادو ملكه تشاد واحد لي فولار دابا تقول لي وريهم شوفوا معايا هاد الشيلان هادو ديال بحال هكا هكا داك كشخة وداكشي راقي زوين ولكن غالي راه الغلا صوروا دوك لي فولار اللي جابت ملكة وكانوا داروا عليهم البنات ضج وتبارك الله تباعوا كلهم ها حنايا دابا خديناهم ولكن زايدين زايدين بزاف الثمن كل شيء تزاد لان اللي راه عندهم تضخم ساكن بزاف واللي راه طاحت داكشي علاش كل شيء تزاد ها هما الشيلان ديال كشخة جايبه لكم هادو كاملين ان شاء الله غنجيب لكم هاد الموديلات هادو تا هما غنجيبهم لكم ان شاء الله هاد الشيلان هادو تا هما غادي نجيبهم المهم ان شاء الله هادشي كله اللي تنوريه دابا راني خديت منه بزاف بالنسبه لهادو اللي معلقين راه هما ديال لي مارك جايباهم ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي نشحنهم ونجيبهم شوفوا شكيلات كي تيجيو باش تيعجبوك هاد ديال التركيين انهم تيكونوا كبارين تيكونوا طوال بزاف الموديل تيكون طويل بزاف تيجي زوين هادو باش تيتميزو والفولار اللي جايبه لكم ملكه معايا ملكه معايا في المحل ديالي راه جايبه دي فولار هما راه شحناتهم واعرين واعرين بزاف البنات دي فولار اللي واحد الرطوبيه فيهم واحد الكاليتي واحد الشكل كي دايرين واعرين وماركه معروفه بزاف ومعروفه بانها دايره الثمن وما تتسد لا ودنين لا شي حاجه زوينه زوينه الله يفرجها عليكم يا رب شوفوا لي شوفوا لي هذا الشيء غزال معتي بحال شي لبنى شنو قلتي لي بحال بحال دي طابلو والله العظيم لوينات فني ها نتوما ها هما لوينات ما شاء الله زوينين بزاف اللي اختارينا لكم فني فني ها انت شوفي مون هذا شكل اخر هذا خدته نعيمه هذا خدمنا به حنايا قلنا هذه المره هذه نديروه في حاجه جديده نعيمه عمرها ما دخلت المحل ديالها هذا كانت تدخلي الموديلات الاخرين اي والله يسخر فيهم يا ربي شوفوا لي هذا شوفوا على مالي لي فولاغ ما عرفتي راه تمتعوا هنايا كلشي تيدير لي فولاغ ما تيديرش سميتو الشيلان بزاف معتي الفولارات وحتى التوسي ديالهم كي دايره ملكه انت اللي تتفهمي فتو شوفوا هذه شوفوا هذه هذا راه فنين راه بحال شي طابلو وحق الله ها نتوما زوينات فنين بزاف هو راه ما حتى كيرولنا الدنيا حلينا كلشي ولكن غادي ناخذو داكشي علاش حلينا باش يبان لينا الموديل راه تناخذو دي موديل بحال اللي غناخذو من نفوسنا ملكه انا مزوقه هذا ما تنسيهش الله يرحم والديك لا عافاك عي خودي قالت لي خدمنا فيه ما نعاودوش قلت لها عافاك عي ابداي ها نتوما شوفوا شوفوا البنات شوفوا هذا شوفوا هذا كي ما شاء الله راه صيبت لي بحال هكذا الدريره شكرا مسكينه ظريفه بزاف وهانتوما شوفوا البنات شي حاجه اللي غزاله واحد الشديده كي دايرين فنين فنين وكاليتي زوينه وما تتزمتش في الودن راه لقينا ناقصين عليهم بشحال نعيم ملكه ناقصين الثمن الاخرين الوان فنين الملكه كتفهم فيهم ناقصين بدولار بصح الملكه قالت لك شوفوا انا راه تندير هكا الدرور وتنفهم فيهم ما تاخذوش هادو للناس راه تيزمتوا الودن تيديروا الصفاره في الودن خذوا هادو اللي زوينين ما شاء الله فنين الشكل ديالهم زوينه ملكه فنين فنين ونشوف ها هو ما شاء الله انت اختي ايوا على ملكه بالموف زوينه زوينين الله يسخر يا ربي الله يسخر فيهم يا رب العالمين انا اختاريت الملكه الوينات فنين غنجيبوهم ليكم شوفوا فنين عيشه خذي عيشه البنات خذي البنات ديال كازا يلا الله يسهل يا ربي خذي البنات خذي قالت لنا عيشه اللي خديتهم نتوما ما ناخذهمش قلت لها ويلي خذي كل ورزقو هانتوما شوفوا شكيل فن بزاف بزاف ما عرفتيش شحال جابتنا ملكة في الطريق راه بقينا نتمشاو عاد لقات لينا هذا حتى تنكرو عليها قلنا لها راه معينا راه حنايا عينا ملكة انا مزوقه فيك قالت لك لا انا واحد تناخذ من عنده الجمله ومعروف ولكن عنده الكاليتي ديال الثوب زوينه هو راه الكاليتي فنه الفولارات اللي جايبه لكم ملكة راه رائعين بزاف ان شاء الله الله يسخر فيهم الله يجيب لنا النفع جايبه لهم زعمتي برافو انا حيت ما كنفهمش فيهم ولكن وريتني ملكه وخديتها انايا البنات لا لا زوينين ولكن ربي قولي لي شحال مشاتنا شحال ديال الطريق ضربنا واو كنطلبوا القلب
على رجلينا والله الا تمشي لك نعيمه السكينه حيدت لي بوط ديالها وشرات فطوفه والله الا شرات نعيمه تبارك الله على الفطوفه الله يبارك فيك هانتوما انا واقفه كنحوايج عيات عيات لحت صبات ضبرها وخدت فطوفه تنغدى ونمشيو لسميتو ناخذوا دي زيسبا هكا اللي عاليين وداكشي زويونين شوفوا لي فني فني خذي مالك هذا اللون كثري منه زوين يمشي لينا في رمضان ان شاء الله الله ييسر فيهم الله يجيب تيسير يا ربي الله يعاونكم قولوا للبنات بسلامه بسلامه عليكم البنات قولوا لهم بسلامه باي باي, 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 باي الله يعاونكم ان شاء الله ان شاء الله يا رب الله يسهل الفنه ديالنا بسلامه الغزاله هذه تركيه فنه الله يسهل عليها يا ربي المهم كاينين الناس زوينين تتلقى بهم وقلبك تيتبشر لك بالخير ديما النيه الحسنه زينه الهضره الزوينه راه تتنفع شي واحد اللي قلتي لي الله يعطيك الخير راه كاين واحد الملاك عندنا وتيقول لك ولك بالمثل ديما زينوها خليوا القلوب زويونه وخليوا القلوب سميحه وخليوا دائما دائما النيه الزوينه كاينه ما تسوءش النيه في بنادم راه ربي اللي عالم بقلبنا كيف داير راه تنبينوا لكم على الفرحه تيبينوا لكم الحاجه الزوينه ولكن كون قلنا لكم شنو طرا لينا البارح راه تفخرتوا اكثر منا ولكن الحمد لله شاء خلاها الله يعطينا على قد نيتنا والله يكون معنا يا ربي راه قاسي وبزاف باش نقدروا حتى حنايا نطعموا حلال راه باش تاخذها حلال راه شويه صعيبه ولكن الحمد لله انا اليوم راه ما بقيت عارفه كاع شنو تنهضر ولا شنو تنقول ولكن الحمد لله الحمد لله ولا لقيتونا ضاحكين راه حنايا ضاحكين وناشطين وكلشي ولكن راه تجينا شي وقيتات قاصحين راه دابا نعاود لكم راه معتي البارح طرات لينا مأساة وحق الله العظيم باش تدخل وتلقى رزقك ما كاين شرا ربي اللي عالم بينا ولكن الحمد لله نفس الصباح وشدينا ذاك الرزيق اللي لقينا باقي وتقدينا به وداك الشيء والله يدير لينا اللي فيه الخير واللي لا يضر شي واحد يا ربي والله يعطينا على قد نيتنا والله يحفظكم السلام عليكم بنات الخير الله يعاونكم سمحوا لي تنطول عليكم وانتم هذا الشيء انتظروه ان شاء الله في بن عمر ها هي ان شاء الله يا ربي معرض بن عمر راه باقي البلايص شدوا بلايص حدايا وخدموا مع راسكم اسواق السلام قنيطه اصحاب قنيطه بغيتكم تجيو تشجعوا لي منى ان شاء الله يا ربي الناس تقنيطره الله يعاونكم